السلام عليكم، مساء الخير، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. كيف احوالكم في اللايف؟ السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، طمنونا عليكم، اهلنا في البيوت. السلام عليكم، كيف امسيتوا؟ ان شاء الله كنتوا كويسين. امهاتنا وابائنا الكرام، السلام عليكم. اخواننا واخواتنا، ابنائنا وبناتنا، السلام عليكم، كيف احوالكم؟ قيادة عامة، السلام عليكم. انتباه، الجيش في الارجاء، قوات مسلحة في كل الارتكازات، دفاعات متقدمة، السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ مستنفرين، كيف أخباركم؟ مقاومة شعبية قيادة، السلام عليكم. يا سرعات كباشي، السيد البرهان، الحمد لله على السلامة، كيف الأخبار؟ إن شاء الله بخير. بورسودان، السلام عليكم. كسلة، نهر النيل، زالنجي، الدلنج، السلام عليكم. النيل الأزرق، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. مصطفى تنبور، كيف أحوالك؟ إن شاء الله طيب. والينا، والي الخرطوم، السلام عليكم، كيف أخباركم؟ أسر مستنفر، الخرطوم، شرق النيل، شمال أم درمان، السلام عليكم. أم درمان، مصطفى محمود، كيف أحوالك؟ دراكولا في أم درمان، كيف أخبارك؟ والمعاك، إن شاء الله طيبين. هيئة عمليات، شرطة، شرطة موحدة، احتياطي، السلام عليكم. جهاز الأمن والمخابرات، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. السيد اللواء اللبب، كيف أحوالك؟ إن شاء الله طيب، طمنا عليك، كيف أحوالك؟ هجان، السلام عليكم. هجان الدلنج، السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. شمال كردفان، غرب كردفان، مهندسين البترول، وانتم تعيدون الحياة الى خط البترول، ربنا يتقبل منكم. مهندسين سوداني، ان شاء الله كويسين، كيف احوالكم؟ شبكات فل، اتصالاتك، تلفوناتك، رناتك، نغماتك، طمنونا عليكم كلكم. السودان انت كويس؟ السلام عليكم السودان، ان شاء الله انت كويس. السودان، كيف اخبارك؟ بلادي، كيف احوالك؟ السودان، ان شاء الله انت كويس. والله احنا بخير يا سودان، ما عندنا عوية، نقاتل دفاعا عنك، عن السودان، والسودان بخير الحمد لله، وماشي يتعافى. والمعركة معركة كبيرة، والمعركة الليلة ولله الحمد والمنة. الناس شافت فيديو نموذج لشكل المعارك والقتال، المواجهة المفتوحة، وشفتوا أولادنا بيقاتلوا و في مواجهة الرصاص، وشفتوا الإصابات الحقيقية، شفتوا طبيعة الشوارع، وشفتوا طبيعة المباني والضرر الأصابة، وشكل الحياة الموحشة، وهم بيتقدموا على الإذاعة وفي كل المحاور. والآن رفعوا لكم تمام من محلية أم درمان الكبرى، الله أكبر. الليلة وإحنا بنتكلم الآن، محلية أم درمان تبيت في حضن السودان، وجيش لو جا مرة جنب قبة المهدي نادوا مريم ترجع، ما عندنا معي شغلة. وزي ما احتلوا في حتات احتلوها بالقوة، وبرروا لها النور حمد، والله بعدين بتلقى بيتك فيه دعامة تعرض طلعوني انت بالقوة، تمام؟ زي انا بالصادق اللي قالت بيت احتلوه بالقوة واحتموا به، بتلقي فيه دعامة مرقين انت. لا جيشنا بيقاتل لبيت المهدي ولا للنور حمد ولا القراي ولا للخونة بتاع الحرية والتغيير، تعالوا طلعوني انتوا. زي ما بررتوا لهم، شوفوا لكم تبرير بعدين. احنا ماشيين، كل يوم في انتصار، وكل يوم احنا بنمشي قدام بخطة ثابتة. وإطلالة سريعة على المعركة عشان نذكر الناس احنا بنعمل في شنو، احنا بنحارب في منو وليه وبشنو ذاته بنحاربه. المعركة دي يا اخواننا هي ما معركة مع الدعم السريع، شواهدها وأدلتها ظهرت كتير. شفتوا الاستعداد بتاع الدول، شفتوا الاستعداد بتاع المنظمات، شفتوا التحامل على القوات المسلحة. فإحنا بنذكر ونعيد، والكلام يوجع، إنه زول تقول له قدام عينك كده في زول احتل بيتك، وإحنا دارين نطلع زول من بيتك بدماء وأرواح طاهرة، في ناس خلت بيوتها ومشت، في زول بدافع له عنها، بيقول لك لا، المغتصب والمعتدي الدعم السريع، والله يا أخي له الحق يقعد. ده يشرحوا له كيف حس.
ما بيشوف شهدائنا ديل بيعملوا في شنو، ما بيشوف قواتنا المسلحة بتعمل في شنو. فإحنا لازم نعيد ونكرر، معركتنا دي يا أخواننا معركة كرامة للأمة السودانية، بقاء أو فناء السودان، بقاء أو فناء القوات المسلحة. استهداف واضح، استهداف بدأ من شركات القوات المسلحة، استهداف بدأ من الاستعداء للقوات المسلحة، الاستهداف بدأ من إنه تجيش الناس ضد القوات المسلحة، رغم إنك أنت شايف في زول معتدي بيخش بيتك يعني ما عنده قضية، ما عنده مشروع، ما عنده هدف، ما عنده أي حاجة. فبنعيد ونكرر إنه إحنا معركة كبيرة، معركة ضد الخونة اللي بيدعوا إنهم هم بيتكلموا باسم المدنية والديمقراطية والحرية، اللي بيطلعوا يشمتوا في القوات المسلحة وبيشمتوا في المدنيين وبيشمتوا في الشهداء. يعني ديل إحنا والله العظيم في مرحلة تاريخية ما لاقتني صراحة، يعني أنا ما شفت حاجة زي دي، والله العظيم ما شفت حاجة زي دي. واحد ذاته يعجز انه يرد عليهم يقول شنو ده ذاته. فإحنا مرشدنا في المسألة دي الآية، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والحرية والتغيير لما بدت في الاعتصام شهرين هيأت الناس للفسق. الاعتصام كان شعارات حرية سلام وعدالة، لما انطلعوا ناس الحرية والتغيير بيشكوا من كولومبيا، فيها شنو كولومبيا؟ بنجو عرقي وبنات وسفور وقلة أدب، ده ما مفروض يكون في الاعتصام. لأنه هو فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وبعد ذاك بدت القصة. فالآن الأمة بتبني في نفسها وبتضمد في جراحة وبتعرف في طريقة وتلتمس في طريق الحق. نسأل الله إنه ينير بصيرة الشعب السوداني، ونسأل الله إنه يوحد كلمة الشعب السوداني، ونسأل الله إنه يكشف الخونة والعملة اللي كل يوم بتكشفوا قدامنا. الحمد لله على نعمة البصيرة. ما زلنا في معادلتين، المعادلة الأولى كانت موضوع الجزيرة، والمعادلة الثانية هي موضوع الإذاعة والتلفزيون. وتكلمنا عن أهمية الإذاعة والتلفزيون وأهمية المعركة للعدو، يعني العدو ذاته الطريقة اللي بيتعامل بها في معركة درمان، والمساحة الضخمة جدا المحيطة بمحيط الإذاعة حاضر، هي واحدة من الحاجات المكبلة حتى القوات المسلحة. القيادة دي بتاعت الجيش ما واحدة بتضع خطة لحاجة معينة. طوال احنا بنقوم نقول ده اللي شفناه بعيننا، وده شايفينه أهمية الإذاعة. شايفين في الجزيرة انه في حشود عسكرية محيطة بولاية الجزيرة. احنا مشكلتنا انها تتحرك الحاجة دي. وتكلمنا انه انا ممكن افقد المتحرك كامل، وعشان ألم المتحرك ده هاخد زمن. دي كل الأعذار احنا قدمناها للقوات المسلحة. احنا هنشتغل مع الجيش يدنا في يد الجيش، خلال الأسبوع ده نحرر ولاية الجزيرة أو أقلها ندخل مدني نرجعها. رأيكم شنو؟ الجيش يقول كلامه، المواطن يقول كلامه، الشعب السوداني يقول كلامه. نشوف الوسيلة اللي ممكن احنا نستعجل بها الخطوات، والوسيلة اللي احنا ممكن نتحرك بها بطريقة منتظمة، انه احنا نحمي المدنيين في ولاية الجزيرة من استهداف الدعم السريع. الليلة الاعلان بتاع الدعم السريع داير، يعني انا ما كنت قايل فيه بجاحة بتصل المرحلة دي، لكن وصلت يعني وصلت البجاحة المرحلة دي، ولازم نرد عليها. يعني السفيه الحمداوي قال اللي بيحصل في ولايه الجزيره ده صراحه داير حقائق مؤكده من ناس متواجدين على ارض الواقع، او ناس متابعين مع اسرهم بدون روايات المرابيع وضدهم. اللي بيحصل ده محتاج تسليط الضوء على ادق تفاصيله. الجزيره دي هرب منها الجيش، وهربت منها كتائب الكيزان، وتركوا المواطنين والمواطنات مع الدعم السريع، يبقى ما فيهم واحد مؤهل للتعليق على البوست ده. بقية الناس تورونا نورونا بالحاصل في التعليقات. الضغط الإعلامي وضغط المنظمات على الدعم السريع في موضوع الجزيرة
أصبح واضح، والدعم السريع الآن دخل في مرحلة الفناء تماما. كالباسيوبيا ده قال يا أخي والله اللي بيحصل في الجزيرة ده داير تصل الضوء، ممتاز احنا متفقين معك، وداير حقائق من أرض الواقع، ممتاز متفقين معك. قال الحقائق دي دايرنا من ناس عندهم أهل في الجزيرة. السودان ده كله جزيرة أصلا، السودان كله من الشرق والغرب والوسط والشمال كلهم قاعدين في الجزيرة وعندهم أهل وبيقولوا الكلام اللي بيحصل، وبتطلع تقارير في قناة الجزيرة وقناة العربية والحدث عن ولاية الجزيرة والمجازر اللي بيرتكب الدعم السريع. دي ما قاعد تطلع الفيديوهات اللي بيطلعها الدعم السريع. امبارح طلع فيديو واحد من القادة حايم بعد المجزرة اللي ارتكبوها، يعني ده قال كله ما نصدقه، دار زول من الواطبة مواصفات معينة عندنا، تاني دار شنو يكون متواصلين مع اهلهم في الجزيرة عندنا، دار شنو انت؟ طيب ما هو الاتصالات مقطوعة في الجزيرة، اي معلومة حسي قاعد تطلع عن ولاية الجزيرة بتطلع من اعلام قحط وبتطلع من الدعم السريع. الحاجة دي الناس تركز فيها، الدعم الحرية والتغيير عندها عناصر وكوادر في ولاية الجزيرة بصورة خرافية، والناس ديل الآن هم المتهمين الأول، ناس متهمين منعوا تسليح القرى، احنا حنجيبهم بعدين بلست بالاسم، كوادر بتاع القحط في غرى الجيش دخل يسلحها ودخل أولادنا المعسكرات، قالوا ليه ما تسلحوا أولادنا ما جاهزين للقتال، قالوا الكلام ده. ولما الدعم السريع خش الجزيرة أول ناس هربوا، أول ناس هربوا من ولاية الجزيرة هم اللي كانوا بيقولوا ما تسلحوا أولادنا، إحنا المعركة دي ما داخلين فيها، وأغروا الأهالي وأغروا المواطنين إنه ما يشاركوا في المسألة دي ولا يأمنوا نفسهم. اطرحت لهم حاجات كثيرة ودي حاجة مثبتة بوثائقها. حسي قال إحنا ما بنسمع حاجة في ولاية الجزيرة إلا من ناس معينين بمواصفات. قال دار تسليط الضوء، تسليط الضوء كيف يعني؟ ما الدعم السريع قاعد في مدني، انت ما شايفه قاعد في مدني؟ ما تسأل روحك تقول الدعم السريع ما زعب على الدعم السريع في مدني، بس نقطة عربي انتهى. الجيش هرب، الجيش هرب وانسحب، هاي ده موضوع انتهى. هل ده مبرر انه الدعم السريع يقتل الناس في مدني؟ المتهم أسي، انت مشكلتك شنو؟ المواطن، المواطن مشكلته شنو؟ انه يستباح، يقتل، يعتدى عليه، يغتصب، الحاجة دي بيعملها منه؟ ايوه معاك، الحاجة دي بيعملها منه؟ هس انت قلت دار كلام منطقي، وجيشكم هرب والكيزان والبراء هربوا، صحيح متفق معك، انت هس مشكلتك شنو؟ دار تسلط الضوء على اللي بيحصل للمواطن، اللي بيحصل للمواطن براو بيصحى الصباح بيلقى روحه مغتصب، بيلقى عربيته مسروقة، بيلقى امواله منهوبة، ولا في زول بيعمل الحاجة دي؟ في زول بيعمل الحاجة دي؟ انت ما بتقدر تقول اسمه طبعا، انت الزول اللي بيعمل الحاجه دي ما بتقدر تقول اسمه. بعد ما اكلت الاتهامات، وطبعا السفيع الحمداء بيتحول من مرحله انه زول رقيق وما بيتحمل البل، زمان كنت ببله بقفل صفحته 3 شهور، فقام اخذ له جلسات نفسيه ومعالجه ودعم وكده وقروش وبتاع، فبقى مازوخي. المازوخي ده الزول اللي بيحب العنف والإساءة والنبز والكده والمعاندة وإنه رايه صح وبتاع، بقى مازوخي مريض نفسي، هو أسي محتاج البل والعلاج الاثنين، زي ما في ناس كتار محتاجين البل في الأول بعدين نشوف موضوع العلاج. يعني قصة إنه عندك مرض نفسي بتتعالج من اكتئاب بتبلع حبوب ده ما مبرر، تتبل أول حاجة بعدين تتعالج، وفي ناس تتربي أول حاجة بعدين تتعالج، وقع؟ طيب فحسي هو بقول دار تصل الضوء، سلطنا الضوء، هاك دي كشافه كبيره نور الجزيره، تفضل دار شنو؟ موضوعك انه زول بتحصل له حاجه في الجزيره، الناس ركز في الكلام اللي بقول فيه ده، عشان حنبني عليه اسي قواعد بتاع تحرك لينا. طيب اللي بيحصل في الجزيره يا اخواننا سببه منه؟ الجيش هرب، ما يهرب الجيش، هل ده مبرر الدعم السريع يقتل الناس؟ هل ده مبرر الدعم السريع يدخل المصانع؟ هل ده مبرر الدعم السريع يسرق العربات؟ باعتراف قادة الدعم السريع، باعتراف حميتي، انت لا يمكن
تصل مرحلة من التضليل أيها المازوخي المريض نفسي حاضر تنكر إنه مولانا إسماعيل بشعر الزعافة في تصريحه لقناة الجزيرة قال أنا أحد أبناء الجزيرة وقعدت مع قيادات الدعم السريع وقلت لنا اللي بتعملوا فيه في الجزيرة ده مرفوض. يبقى مولانا بشعر اعترف، لا يمكن تنكر إنه خالد سيلك قال اللي بيحصل في الجزيرة ده إحنا ندينه، لا يمكن تنكر إنه ياسر عرمان اعترف إنه في الجزيرة الدعم السريع ارتكب جرائم وفظائع ضد المدنيين، لا يمكن تنكر كلام حميدتي لما واجهوه بالكلام ده في 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 أديس أبابا. قايدكم حميدتي اللي وقعته معاه ناس تقدم، انت ليه فاصل روحك من الدعم؟ انت ما ماضي معاه، انت ذاتك ما دعامي، انت ماضي. الحريه والتغيير اخواننا احنا بنعاملكم أسوأ من معامله الدعم السريع. الدعامه لا عندهم املاك، لا عندهم حاجه في السودان، انتوا اللي حتدفعوا ثمن العمل الدعم السريع بتوقيعكم معاه ده. توقيعكم ده يدينكم في السودان ويدينكم برا. انتوا ما شفتوا بل لسه. جايكم البل، مش مضيتوا معاه، احنا ما عندنا لكم حاجه ثانيه. والماسورة الركب فيها تقدم انتو قايل شنو؟ انه مضى مع الدعم السريع وعشان يساوي وضعه القانوني كان بيبوس في كراع البرهان يمضي معاه عشان بعدين لما نجي احنا نسائل يقول لنا احنا ما تابعين للميليشيا، احنا مضينا اتفاق توفيقي مع الدعم السريع واتفاق توفيقي مع الجيش، قام البرهان قال لنا كده امشوا امضوا مع حميدتي اول، مضوا معاه وقال لنا ما بعرفكم، انتوا بقيتوا ميليشيا، بل أسيتوا راكبين مع الزلبي بتاع أديس أبابا، إحنا أبناء السودان وسنعيد الديمقراطية بتاع حنانك، أنت بتحلم ولا شنو؟ أنت بتحلم ولا أنت ماضي مع الميليشيا يا زول؟ أنا بكلمك كدعم سريع هسي، أنا كزول مكرم من الجيش بكلمك أنت كدعم سريع، تفضل هسي داير شنو أنت؟ دايرين شنو أنت؟ قال يا أخ والله الجرائم دايرين زول الدين الحقيقي، حميدتي لما واجهوه ناس تقدم قال لهم دخلوا الجزيرة ديل متفلتين وفيهم ناس هنعمل لهم مجلس محاسبة، منو اللي حيحاسبهم؟ الدعم السريع يبقى دخل الجزيرة منو؟ الدعم السريع. يبقى انت ما تيجي تقول لي والله في الجزيرة دار تصل الضوء، الضوء صلى الزمان والناس مرقوا والدعم السريع نهب وعمل فيديوهات ووثق جرائمه، ما تجينا الليلة بتضليلك ده، القوني اخر شهر بديك اسم محمد الفكي امبارح كتب كلام، لا يمكن زول يصدق انه محمد الفكي ده ما حزب السفيه الحمدابي. التجمع الوحدوي الوطني ده ولا بتاع ده أول حزب في السودان استقبل الدعم السريع في ولاية الجزيرة، مش كان في مواطنين واقفين مع الدعامة عملوا له اللافتة كده، ده حزب السفيه الحمدابي ذاته، حزب محمد الفكي، قال شنو التافه ده؟ طيب يلا، عين محمد الفكي داير زول يشرح لي محمد الفكي ده تحت يعطوا ظرف من الظروف ممكن يقول كلام زي ده، بس داير زول يقول لي فين سكرينتك يا محمد الفكي؟ أيوه ده قال استمرار المقاومة الشعبية يعني استمرار الصراع، ما قال استمرار الدعم السريع في دخول الجزيرة والغرى وتهديده يعني استمرار الصراع، ما قال استمرار القوات المسلحة في دفاع عن الوطن يعني استمرار الصراع، شال الموضوع رمى في منه؟ رمى في المقاومة الشعبية. الله يلعن محمد الفكي وأم محمد الفكي، طلعت قالت أولادنا ربينا، أنت يا حاجة ما مربية حاجة، ربنا يلعنك أنت ومحمد ولدك وراجلك العرسك ذاته، ربنا يلعنكم دنيا وآخرة. دي تربية دي حسي؟ دي بطالة يا حاجة، أنت رضعتيه شنو زول ده؟ كنت بترضعيه بأصبع كراعك ولا شنو زول ده؟ ده لا يمكن يكون شارب لبن، ده ما شارب أي سوائل ذاته. خلى الجيش وخلى الدعم السريع مسك في المقاومة الشعبية، قال استمرار المقاومة يعني استمرار الصراع، الله يا اخي يا اخي مالكون يا محمد الفكي، دي لا سياسة، دي بطالة، دي انت رقاصة، انت حزب تربيت وين انت يا اخي؟ ما ممكن، لكن يا اخي ما ممكن، خلى الدعم السريع، خلى الجيش، قال المقاومة هي سبب استمرار الصراع. طيب بس ما عندنا حاجة غير الله يلعن ابوك لابو اهلك، بس ما عندنا حاجة. قال شنو؟ قال استمرار المقاومة الشعبية يعني نخلي الدعم السريع يخش الشمالية، نخلي الدعم السريع اللي هو واحد منه ونحس هشغل لك الفيديو قال لي نسوان الشمالية ونسوان شندي احنا جايين نغتصبكم، نخليهم يجي يغتصبون؟ الحاجة دي امك علمتك ليها؟
ابوك علمك ليها، كانوا بيعملوها قدامك، قدموا نفسهم كده. الناس ما عندهم الحاجه دي يا احمد الفكي. احنا عملنا المقاومه الشعبيه رفضا للكلام اللي بيقول فيه الدعم السريع. ما موضوعنا انه نقيف مع جيش ولا ما جيش. طلع واحد دعامي في ولايه الجزيره قال نرفع تمام الشماليه وضنقله للسيد القائد المشير محمد حميدتي. دار ناس ضنقله يرجوه انت؟ بيعملوا شنو الدعامه لما نخش حته؟ ما عارف نوريك. قاعدين يغتصبوا النساء ويخطفوا الاطفال ويقتلوا ويحرقوا ويسرقوا. انت لانه قاعد عاطل في قطر سنه ونص بعربيتك اللانسر وشقتك اللي كنت قاعد معاهم، العطاله اللي قاعد معاهم ديل ما كنت بتدفع ايجاره، فمتعود انه الراجل يصرف على ميتينك، لكن ما فارقه معك. انت شايف انه الموضوع ده ما فوز لغاوم؟ لا انا ما نقاوم يا زلمه. خلي الدعامه يخشوا هاي، لانه محمد الفكي شايف انه المقاومه استمرارها حيزيد الصراع. زاد الصراع وين؟ وقف الصراع يا حيوان. المقاومه الشعبيه وقفت الصراع. الكلام ده له 3 شهور لما خش الدعم السريع ولايه الجزيره. هدد قال انا ماشي ضنقله، ماشي ضنقله تاني؟ ليه ما ليه انت داير يمشي ضنقله يعني؟ يعني انت الخطه بتاعتكم انه الصراع يستمر. معناها انت ما داير الصراع يستمر انه الدعم السريع يخش ضنقله يعيش فيها فسادا يستولى عليها. ويخش الدامر يعيش فيها فسادا يستولى عليها، ويخش بورسودان كسل بعد ذاك ينتهي من الخطه بتاعته، بعد ذاك الصراع حيقف. لكن ما دام الناس حتقاومه معناه الدعم السريع حيواصل حربه دي لحد ما يخش الحته. انت داير الموضوع ينتهي بانه الناس تخش الحته. الصوره اللي اختارتها لك موقع البلد اللي هو جاب تقريرك ده ذاته، انا داير الناس تشوف الصوره دي. ده ما تاجر مخدرات ده يا اخواننا. المنظر ده، ده ما تاجر مخدرات. لماذا خلق الله محمد الفكي؟ سؤال وجودي، سؤال ده وجودي قانوني وشرعي وديني، واحنا دارين نعرف الله خلق محمد الفكي لماذا. يعني اسي دورك شنو في الكوكب؟ وريني دورك شنو. خميس الناس مبسوطة، رحلات دنيا بتاع، احنا نتكلم عنك انت. قال استمرار المقاومة الشعبية يعني استمرار الصراع وزيادة معاناة شعبنا. كيف زيادة معاناة شعبنا؟ حس الناس في الدامة مرتاحين. مفروض الدامر دي تسقط قبل 3 شهور، تكون زيها وزي الجزيره الان مستباحه، والان الناس بيشرد منها. ما حصل لهم الكلام ده. حفظت لك اكثر من 3 مليون نفر قاعدين في الدامر. شندي، شندي المفروض الان تكون بتعاني لانه توعدوها ومشوا لحد المصورات ودقوا وضربوا. الناس في شندي قاعدين في امان الله. 3 مليون كسل المستهدفة، كسل وقف الدفاعات المتقدمة على بعد 60 كيلو من كسل. ما في أي معاناة، والأسواق شغالة والمستشفيات شغالة والمدارس ذات شغالة والبرامج الترفيهية شغالة وعندهم ستارلينك وفي في أمان الله. رفاهيات ترمي 3 شهور ما جاتهم حاجة. وين المعاناة؟ تتكلم عن يا معاناة أنت. ولاية الخرطوم حتى الآن يا دوب خرجوا 450 امبارح علني كده، 450 في قرية النوبة في ولاية الخرطوم بعيدة. أما نروح ننو الدعم السريع لو جاء فاز من أي حتة أو في قحاتي زيك أو حزب اتحادي وحدة وزيك، أنتم المفروض تصلبوا. مش في أنتوا حنعمل فيكم عملية يا ولد الفكي. والله حنعمل فيكم عملية، بس اسمع الكلام ده بس. أقول لك بالعربي الواضح، اعمل الموضوع ده تجاوز النبز والدق وأي حاجة. الموضوع ده مختلف. قال المقاومة الشعبية سبب استمرار المعاناة تحت الشعب السوداني. المقاومة في سنار وقفت البيشي، المقاومة في كوسي وقفت أبو جلحة. قال لا لا ما مفروض نقاوم. إخواننا ده بيفهم بيته حتة في جسمه. اسمع بيوين دي أنساه، اسمع بيوين دي أنساه. أنا كزول مكرمني الجيش لما نتكلم عنك بحاول أكون منضبط. أنا ما جيش حسي مكرم بثلاثة دروع، أنت زول ما مكرم. سمعتي وضعي مسيدي هيني هيني في مسيدي ده هيني 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 عربيتي قصدي يعني مسيدي. انا ما المفروض اجيب سيرتك. وضعي الاجتماعي ما بيسمح لي، تكليفي من القوات المسلحه ما بيسمح لي، لكن حرد عليك نرفع بك وعي الناس ونوري الناس انه احنا لما نلين فيكم ما في زي الحجز. بس ده شغل بختلف. قال يا اخي يا اخي بحزب السفيه الحمدابي، عشان تعرفوا التربيه الوطنيه اللي هم ترباها في الحزب ده شنو.
قال استمرار المقاومة الشعبية عن استمرار الصراع وزيادة معاناة شعبنا الذي يحلم بتحقيقنا للديمقراطية. احنا قاعدين نايمين 50 مليون سوداني لين 10 شهور بنحلم انه محمد الفكيه يحقق لنا الديمقراطية. قال شعبنا اخوان عانوا الجرأة عانوا الصيغة. الزول ده ما طبيعي، ما سايكو باسي محمد الفكيه ده حقنا في عينه عديل. الزول ده يقلعوا له حاجات وكلها يدعوها برا، يركبوا له حاجات كلب، يركبوا له حاجات مخ غنماية زي قال له قال له قال له الطول طول نخله والعقل عقل سخله. السخله كيف كويسه؟ عبرت مشيت مصر ولا لسه؟ عندي لك قفه فرح هناك. اسمعي محمد الفكيده اخواننا دارين جراحين يفرتقوا، شوفوا جوا في شنو. قال لا يمكن يكون طبيعي، لا يمكن. قال شعبنا، احنا ما شعبك اول حاجه، وكان شعبك ما ترسل لنا زول فارض الميدان يجي يتكلم معانا. اطلع انت تعلينا ماشي في الشارع سايمة، هل انت قاعد مدسي ده؟ يا متخفي يا منقب يا مندس، انت ما تطلع لشعبنا ده لاقي وجماهيرك دي لاقي جالية في الحتة اللي انت فيها دي، ورينا معاناة شعبك. ودي قال شعبنا الذي يحلم بتحقيقنا، انتوا تحققوا لنا شنو؟ الذي يحلم بتحقيقنا للديمقراطية عبر استلامنا للسلطة المدنية الكاملة. احنا قاعدين نحلم كده رجال ونسوان واطفال والدنيا 50 مليون 10 شهور انه حتجي ديمقراطية كاملة، وحتجي عن طريق هم يستولوا على السلطة او يستلموا السلطة المدنية الكاملة. احنا هسه قاعدين نحلم. اوه انت مجنون والله يا محمد الفقيه. يا محمد الفقيه انت يعني الواحد لو ما نام متوضي، انت بتجيه في علم خليه ابليس ذاته بيجي في شكلك. يعني انا اكون نايم كده احلم انه تجي قدامي كده تجمع المهنيين، يجي له صوم مريم الصادق، يجيني صورة جعفر حسن لابس بنطلون والبيج داك وقميصه الاحمر خالص لك مكفكف، قميصه الكاروهات ابيض واسود، محمد الله الصم بالبلو. اصبر دقيقة تجوني في حلمي. وين الباقين؟ وين محمد المؤسس وين؟ سكران حتى في الحلم طبعا، ما بيجي بدري، بيجي سكران متاخر منتظرينه. اكون قاعد حلمان السودان سيتطور لانه الحريه والتغيير حتستلم المدنيه الكامله والديمقراطيه. ديمقراطيه انت ما قعدت 3 سنه وريتني الديمقراطيه شكلها كيف؟ ال3 سنه قعدتها في بيت مسروق من اتحاد المعاقين، قاعد فيه وبتتصارع فيهم في المحاكم، البيت حقهم وقف بيساهم في نشاطات اتحاد المعاقين في السودان، قعدت فيه اول قضيه مشيت فتحت فيهم بلاغ قلت ما يتكلموا معك، فتحت بلاغ في الجريده جابت الخبر قلت ما يتكلموا معك. الدائره البيت ده امشي، المستشار القانوني بتاع مجلس انا قاعد فيه ادوني له وخلاص ما بطلع منه. قال لك حق اتحاد المعاقين، انا بس ادوني له ما بقى. دي الديمقراطيه جبتها علينا انت؟ دي الديمقراطيه جبتها انت؟ تطلعوا تقولوا والله احنا قاعدين في مجلس السياده ده الديكور ما بشاورونا، دي الديمقراطيه ده تجيبها انت؟ ما مررت قانون واحد، ما وقفت في حق زول واحد، هسه ده محمد صديق، طلعت انت صديت لمحمد صديق، قلت حرجعوا الخدمه بعد شويه، مشيت كتبت فيه منشور شوهت سمعته، قلت والله عليه قضايا. محمد صديق ده البوت حقه اشرف منك ومن اجابك، ما محمد صديق، لا البوت حقه اشرف منك ومن جارك يا احمد الفقي. طلعت شوهت سمعته حركت الناس ضده، لا محمد صديق عليه جرائم ما بقدر ارجعه الجيش. يا اخي محمد صديق ده ما جابكم السلطه، لولاه ده ما كان استعدلت، هو اللي استعدل البلد دي، مشيتوا تنكرتوا له. ديمقراطيه شنو انت جاي تتكلم عنها؟ بنحلم بيها انت؟ انت برلمان واحد ما قدرت تعمله، ما قدرت تعمل انتخاب في حاجه. يا اخي انا كزول مكرم من الجيش ب3 دروع الحمد لله، ودي ما حاجه حصلت في تاريخكم انتوا. حمدوك ده لحد ما ركب ترحال من مجلس الوزراء مشى المطار كلم منى قال لا مشي له معك حاجه، البرهان شال منا عرباتي والتشريفه، مشى بجياد ترحال. حمدوك ده بعد ما عمل الدعم السريع اللي عمله ده كله ما في زول كرمه. انت ما في زول كرمك ذاته، انت ده جبت الثوره وشعبنا، انت لحد ما مشيت لي الله
ما في زول كرمك، ما في زول قدر الحاجه اللي عملتها، تيجي تقول احنا بنموت وبنحلم عشان نرجعكم انت. يا اخواننا يا اخواننا، ليه ليه ليه؟ لماذا خلق الله محمد الفقيه؟ لماذا خلق الله محمد الفقيه؟ في سبب وجودي للحاجه دي. احنا دارين علمائنا الفاهمين يجدوا لنا سبب. يعني زول ده اتخلق لشنو يعني؟ ده شنو الكلام الفارغ اللي بيقول فيه ده هسه؟ يردوا عليه كيف؟ يرد عليه كيف حسي؟ لا 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 لا. قال استمرار المقاومة الشعبية يعني استمرار الصراع وزيادة معاناة شعبنا الذي يحلم بالديمقراطية. الله يا سي، احنا قاعدين نحلم عسكرية وبس، اهلمنا كله عسكرية وجيشنا كلنا جيش، ده كل الاحلام. ما قاعدين ندي السياسات. يوم واحد ما فاز جاب سير الديمقراطيه ولا لاقاني منشور مواطن سوداني شريف حر قال ديمقراطيه. انا الجيش كيف يا كلنا جيش على الان البلده امني يا جن؟ ما شفنا بتجيبوا الكلام ده من وين انت حبيبي؟ انت قاعد تتسطل بشنو؟ بتتسطل بشنو؟ انت شكلك كده بتولع اصبعك وتشربه لانك كلك كده غازورات. ده شنو ده؟ شنو ده؟ ده شنو ده؟ الله ده بس بيلف اصبعه ذاته بولعه كده ويرى لنا فسين اصبعه اتحرك خلاص. قال شعبنا كل يوم بيعلم الديمقراطيه التي عين 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 الوجع وين؟ عين الوجع وين؟ الكلام ده في موقع البلد، وانا يعني حتى الان ما مصدق انه محمد الفقيه قال الكلام ده. حاجه عجيبه. قال عبر استلامنا للسلطه المدنيه الكامله أو بص حضرتك، يعني يا محمد الفقيه إخوانا راعوا لي أنا كزول مكرم وماخذ دروع من الجيش، ما بقدر أتكلم مع أي زول مستواي وسمعتي وضعي صحتي. يا إخوان قحتي ذاتها تغيرت شفت القحة دي مليانة كيف؟ شبعانة يا صاحبي. دروع سهي المدرع يا صاحبي. ما ممكن احمد الفقيه تنزل مستواي كده. شايفين انا ثوره وبتاع؟ لو مشيت لله ما انزل اعبركم، ما عملت لكم انجاز واحد هسه. اسمع، انا قاعده في كتب التاريخ مسجله 3 دروع والله. سبيع الحمدابي زعلان، قال مذيع التلفزيون السودان بتتكلم مع واحد وقالوا انها قالت هي نفسها. تحية لنجود، كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيبة وان شاء الله نحقق لك امنيتي. فقالت هي نفسها تشوف الانصراف تم، ما عندك اي مشكلة. ده في التلفزيون القومي يعني يتحدث الناس على الانصراف. الموضوع ده هو تم شابكنا. قال منو الاثر الساحة الفنية؟ عندك شنو في المكتبة السودانية؟ انا عندي اسمي ده بس في المكتبة السودانية قبل ما يحرروا اللي زعي سميت قال فيها. ايه رايك في الشغل ده؟ تخش الاضابير بتاعت القوات المسلحه تفتح كده. ده عنده شنو؟ وسام شجاعه. ده عنده شنو؟ اركان. ده عنده شنو؟ وسام الضابط المنضبط. ده عنده شنو؟ صرف عنده درع واحد واثنين وثلاثه مسجل في الدفاتر قاعده بتاعت الجيش. جنا جناك يقرا وانت ما عندك. الحمد لله نسلك ده ربنا بس الحاله الوحيده اللي خدم فيها الشعب السوداني ده ربنا انه ما عندك حاجه انت. انت بس تموت وانتهى موضوعك. طفطص بس قرف وع. فقال زعلان، لا قاعد يقولوني في اللي زاه. في اللي زاه تشتري سماعة يا بيبي والله. فأنا كزول مكرم بعدين يا غسان، انت كزول مكرم اي زول يقول لك صرف ارد على فلان، فلان ده انا ارد عليه ده مكرم ما مكرم، مدرع ما مدرع، ما بقدر سمعتي. نبسك ما ينبسني يا بيبي. صرف ياخذ زول الطاول ما يطاول، ما يطاول يمسك زول مدرع. انا زول مدرع تاني ما زول طاول علي ما بتهبشني. ما بقدر اشوف، ما بقدر اشوف الشاشه، ما 3 دروع اشوفك كيف؟ انا اجي بجاي الدرع فرقه 12 بكفيني، اجي بجاي الفرقه 11 بكفيني، اجي بجاي قياده
عاصفة الحزم بتكفيني، ما بقدر اشوف الشاشة. نبذوك ما ينبذ يا بيبي، انا كان عندي زول عندي دروع ما بقدر اسمع كلامهم. انا حاجة واصلة الدرع ده عامل واسمه درع اللي شنو؟ طيب ما مدرع انا، حس ما عندي عوج الحمد لله. في شنو انت كزول ما مدرع ما تتكلم معي بليس يعني بليس؟ سمعتي وضعي الاجتماعي مسيدي هيني هيني هيني، قال له مسيدي هيني هيني ها في المسيد هيني. ف دارين شنو دار الاولاد دل؟ ده قال بيحلم. تحلم بشنو يا سعادتك؟ قال بيحلم الشعب السوداني بالديمقراطيه التي حنحققها له احنا. لا الحاجه دي ما في، انت ذاتك في شكل كابوس ما بتجي. الشيطان ده ذاته ما حمار للدرجه دي، لانه الشيطان لو داري يمرر اجنده جابكم في السلطه ناس واقفين عديل ما قدرتوا تمرروا عليهم. فلو داري غير زول ولا يوسوس ليزول ولا يهجس ليزول ولا يجي في شكل كابوس، بتعرف الكابوس اللي بيجي في النوم، لو جاء للزول بالهيئه بتاعتك الموضوع بتاع الشيطان بيضرب. لا يمكن يجي يتلبسك في لا لا لا، ما تكذب ما تكذب. ما بقعد نحلم بك، ما في حاجه لا واقع لا حلم. ما تقعد تتوهم ساي حمد الفقيه، خلي شراب اظافرينك ده، ما تولع اظافرينك ده الباب. الحياه اللي بتشربها دي في الكوكب ما في، يعني الكائنات البشريه ما قاعد تستخدمها. لا شغلتك دي شغلت بانجو ولا هيروين ولا شاشه بندي ولا شيشه، شغلتك دي انت بتولع اظافرك شكلك. تشوف بتجر اصبعك ده بس بشفره اصبعك ده يا سيدي الكريم. اوعى 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 واعقل اعقل، عامل راسك البلا فايده ده. اعقل اعقل، في شنو؟ ما في زول حلم بك يا حبيبنا. طيب احنا طبعا السيد العميد طارق الهادي كتب كلام مهم جدا لولاية الجزيرة. قال الحقيقة 47 كل أسئلة أهلي في الجزيرة مشروعة. اتفق معك. ولم يرد عليها حتى الآن فقط، ولم يرد عليها حتى الآن فقط حشود ووعود 4 أشهر، فلعلهم يحرروا أرضهم بأنفسهم وعندها قد يعلنون الاستغلال. كلام ده طبعا السيد العميد طارق الهادي اتكلم كمواطن سوداني ينتمي إلى ولاية الجزيرة، وكلامه ده خطير طبعا، وبوصل مرحلة إنه بيعبر عن ضيقه وضيق مواطن ولاية الجزيرة، وإنه إذا المواطنين في الجزيرة حرروا الجزيرة بنفسهم فممكن يعلن استغلالهم. الحاجة دي واردة، ما بتحصل لكن واردة. الكلام ده يا سيد العميد يتفق تماما مع مخطط كيكل. كيكل لما استفرد بولاية الجزيرة على أمل لقدام إنه الدعم السريع هينتصر وتقسم ورثة السودان بين مجموعات وميليشيات الدعم السريع، تمام؟ فكيكل باعتبار انه عنده ثقة القبلي او وجودي هناك فاختار ولاية الجزيرة ودار ينفصل بها. والموضوع ده طبعا ما بيحصل. السيد العميد انت متابع تحركات القوات المسلحة وما تكلمت جيش كالعادة، انت قاعد تتكلم جيش كالعادة وبتوضح موقف القوات المسلحة وتحركة القوات المسلحة، ولكن ضاق بك الحال زي ما ضاق بأهل السودان كلهم. الله عز وجل أمرنا بالصبر، وإنت في مطبخ المعركة ذاتك عارف الجيش ماله، إنت عارف الجيش ماله، لكن قلت إنها حشود في ال4 شهور. هل في ال4 شهور دي أصلا كان الجيش عنده حاجة يحشيدها؟ أنا بسألك عسكرية، عدد القوات المسلحة لما بدأت المعركة كانت كم؟ ولما الليلة ولاية الجزيرة يتحركوا ليها 4 أو 5 متحركات، وتتحرك ليها 4 أو 5 حركات مسلحة، وتجي عدة جديدة ودى العمدة يمشي استلمها، قال لك احنا استلمنا 6000 تاتشر، 3000 تاتشر اتوزعت على كل المتحركات. انا بديك ارقام حقيقية بالمناسبة، خش صفحة ودى العمدة بتلقى الكلام ده، مش جابه معاه غسان عبد الماجد، جابوا التاتشرات. الكلام ده الاسبوع الفات من شندي،
وعملوا ليه ود العمده تكريم في شند لانه في عده جديده جات شفتوها في الخرطوم العده دي؟ العده دي ماشيه ولا الجزيره اخوان. الخرطوم انت في مستشفى ما قادر يدخلوا لك اساسيات العلاج كان يا طارق الهادي لانه ما كان عندنا جيش، ما كان عندنا قوه. احنا صنعنا في الفتره دي جيش، والجيش اتقسم لمتحركات وتسلح واعد ومؤهل ومشى دخل ولايه الجزيره من كل المتحركات وكل الاتجاهات. احنا نتكلم في تاخير العمليه العسكريه، ده الموضوع اللي احنا نتكلم فيه. الحشود موجوده، ما كانت موجوده اساسا، ما كان في حشود تمشي تحمي نياله، كل اجزائه لنا وطنه. نياله ما تحمت لانه ما كان في امداد. بابانوسه دي تقاتل بجنودها ومواطنينها، ما جا زول من برا، جيش الفي معه المواطن. اللي حصل في الجزيره حاجه مختلفه. هسي بابانوسه ما زي الضعين، الضعين المواطن قال للجيش ما بقاتل معاك واطلع برا. عندنا نماذج كثيره تعرضت لها القوات المسلحه، ندي الرجال حقهم. الضعين المواطنين قالوا للجيش اطلع برا ما بنقاتل معاك، واطلع برا ما تدافع عننا. طردون عديل. جينا في اللبيد الهجانه، الهجانه دي ما بتقاتل لا 10 شهور. لا في امداد ومحاصره، واقف المواطن واقف الجيش. لا سمعت انه في تسلل حصل في اللبيد، لا قدر يوصل القاعده العسكريه الفرقه الخامسه، لا قدر يوصل المطار العسكري والمطار المدني، لا قدروا يخشوا حاجه، ما قدروا. المواطن واقف مع جيشه، ده نموذج احنا نتكلم عنه في الجزيره، ليه ما حصل كده؟ أنا معاك حسي في الجزيرة في تأخير في العمليات العسكرية، ده الموضوع الأسبوع ده شغلنا يا طارق الهادي، وده شغل المواطنين معانا، وده شغل الناشطين، إنه نحن نستعجل الحركة بتاعت الجيش. الجيش بيقول لي أنا ما بتحرك إلا بناءً على معلومات، وما بتحرك إلا بناءً على خطة، وما بتحرك إلا قبل ما أنظف الشارع من الألغام. أنا فاهم الكلام ده. بتعملوا العملية دي في كم؟ في 7 شهور، إحنا دارينها في 3 أيام، بس 3 يوم. ال7 شهور عندنا عند الجيش تعادل 3 يوم عند المواطن، ده شغلنا الإعلامي. لكن من ناحية تأهيل وإعداد في حشود، دي ما نعمة من رب العالمين. الحشود دي يا طارق الهادي ما هي دي جبل أولي سقطت، ما فيها مواطنين. ردة فعل المواطن كانت شنو تجاه القوات المسلحة وتقديره لانسحاب القوات المسلحة؟ المواطن في جبل أولي هو ذاته جيش، ما شايف نقص الامداد، وشايف الطيارات المسيره كانت بتخش، وشايف الحاجه دي ممكن كان يسار يكون شنو اثرت انها مجموعه بتاعت القوات المسلحه. يا اخواننا هي مجموعه، الله سبحانه وتعالى قال لهم 1000 يقاتلوا 2000، 2000 يقاتلوا. احنا شغالين بالمعادله دي ذاتها، ديل صامدين، ديل حسع، ديل منتصرين. انت ذاتك ما نموذج، انت ما محاصر 10 شهور في السلاح الطبي، قول لي جاك امداد ولا جاتك حاجه؟ اول امداد جاك وصلك له المقدم لقمان، ربنا يتقبل شهيد. انت وصلتوا مرحله في السلاح الطبي ما في حاجه ياكلوها ولا يشربوها ولا يتعالجوا بها ولا يضربوها طلقه. اول امداد دخل لكم استشهد فيه زول، عمليه انتحاريه. انت جربت الحاجه دي، ليه ما جاكم امداد قباله؟ لانه ما عندنا جيش. يا اخواننا ما عندنا جيش، كنا بنصنع في الجيش الان، كنا بنسلح في الجيش الان، كنا بنعيد في الجيش الان. ما شايفين الحاجه دي قدامكم؟ انتوا سووا لكم شنو يعني اكثر من شايفين؟ الليله شفت فيديوهات من الشارع الجيش بيقاتل كيف؟ تحالف علينا اصدقائنا وتحالف جيشنا كله طابور يا اخوان. قاده من الجيش انسلخوا، قوات من الجيش انسلخت. اللي حصل في الجنين، اللي حصل في 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 نيال، اللي حصل في الدلنج، اللي حصل في الضعين، مش الدلنج، اللي حصل في الضعين، دي 3 فرق انسلخت من القوات المسلحه. بدل احنا نرسل لهم امداد وندعمهم انسحبوا، ما لقوا حاجه، فيهم جزء مشى تشاد. لانه ما عندنا يا اخوان، طارق انت عارف الكلام ده، احنا ما عندنا. الليل لما تيجي تقول ناس الجزيره والله في حشود في 4 شهور، ما كانت 4 شهور. الحشود اللي جبناها دي من سنار، سنار ما مستهدفه،
الليله الدعم السريع البيشي مطلع فيديو قال انا داخل سنار، احنا سنار نحميها ولا نشيل من قواتها نودي مدني؟ انا دايرك تجاوبنا عسكريا يا طارق الهادي. ما فيها ناس برضو سنار، نشيل جيش سنار نوديه الجزيره ونخليها مكشوفه. الدعم السريع حاول يخش سنار في الثلاث شهور دي كم مره؟ او في الاربع شهور اللي بتقولها دي؟ الدعم السريع حاول يخش كوستي كم مره؟ ودى الحداد دي الليله فيها معارك، الليله العمل الخاص شغال فيها، العمل الخاص ده شنو؟ متطوعين. ده ما جيش. العمل الخاص اللي بصد في الفاو، بصدها في كسلة، بصدها في المصورات، بصدها في مدرمان، ده المتطوع. ليه متطوع؟ لانه احنا عندنا مشكله في القوات المسلحه. المشحقين الجيش كانوا الدعم السريع، الدعم السريع انفصل 169,000 مقاتل، وفي روايه 269,000 مقاتل انفصلوا من الجيش، خلوا لنا اداريين وضباط وطيران ومدفعيه، بس ما عندنا زول. الليله احنا قدرنا نعمل حشود تمشي ولايه الجزيره، احنا في نعمه يا طارق الهادي. احنا في نعمه وماشيين قدام. ثبتوا الناس وصبروهم، من حق المواطن يتساءل واحنا معاه بنتساءل. الحاجة اللي حنعملها وحيدة والخيار اللي قدامنا واحد، ان احنا نضغط ونجيف مع الجيش ده. احنا هسه لما نزول يضغط القوات المسلحة هو بيضغطنا، احنا كلنا جيش، احنا نجيف مع الجيش ده، نخش ولاية الجزيرة نشوف مشاكل القوات المسلحة. الفترة اللي فاتت دي قامت ادارات اهلية من كردفان، امبارح لاقوا السيد القائد العام برهان، وقامت ادارات اهليه وقياده المقاومه الشعبيه من النيل الابيض وكوستي وصلوا لحد البرهان. سبحان الله حتى الان ما لاقتني اداره بتاعت مقاومه شعبيه ولا اداره اهليه من ولايه الجزيره قاعده مع البرهان لحد الان. في ناس برا، حتى الوالي حقهم برا، قلنا له يجي مكتبك في المناقل. لاقى البرهان قبل اسبوعين وجاء قال حيحول مكتبه المناقل. تمام، قلنا ده استبشرنا خير انه يكون قريب من المنطقه، كان في سنار مكتوب. حتى الان المقاومه الشعبيه بتاعت ولايه الجزيره اطلعوا من ولايه الجزيره ما قعدوا مع البرهان، ما مشوا شافوا مشكلتهم، ما ضغطوا القياده، ما ضغطوا كباشي، ما مسكوا ياسر عطا. اسي من هنا نحن بنقدم دعوه للاداره الاهليه في ولايه الجزيره، واداره المقاومه الشعبيه في ولايه الجزيره، واداره المستنفرين في ولايه الجزيره. المشكله شنو؟ قالوا تسليح، عندنا ثلاثه انفر، البرهان، كباشي، ياسر عطا. هسي كلكم تضربوا تلفونات للناس زي بكره الصباح تحددوا مواعيد جمعه، تصلوا مع البرهان هناك ضحى. الجمعه دي صلوها مع البرهان في بورسودان، تقعدوا معه، ورقتك قلمك كتابك، السلام عليكم وعليكم السلام، احنا كمغرية الان مستهدفه، 1 2 3، خطتك شنو يا برهان؟ خطتك شنو لولايه الجزيره والاستعجال؟ نعمل انزال مظلي للسلاح، خطه مقبوله ولا مرفوضه؟ اي حاجه يقولها لك تقول له البديل بتاعها. في قوات اتحركت من شندي الاسبوع اللي فات، جبنا لكم القوه دي، اتحركت من المعاقيل، قوه من المستنفرين وقوه من المقاومه الشعبيه، قالوا ماشيين ولايه الجزيره، حشود زي ما قال طارق الهادي. المؤخره شنو؟ العمليه العسكريه دي. ولايه الجزيره القاده حقينها والادارات الاهليه لازم يلقوا الاجابه بكره. انت المستعجل ليه؟ انتوا لازم تستعجلوا الاجابه. يا هديك الغيادة تمشي تدقوا الباب بتاع البرهان، ما رد عليكم طوالي لايف من القصر الجمهوري، السلام عليكم وعليكم السلام، احنا الادارات الاهلية واحنا قادة المقاومة الشعبية واحنا قادة المستنفرين في ولاية الجزيرة، عندنا نقص في العتاد وعندنا نقص في السلاح، وجينا قلنا له يا برهان دارنا نلاقيك وابي يلاقينا. اعملوا اللايف ده بكرة من قصر البرهان، نقطة عربي انتهى. اعملوا اللايف ده بكرة من مكتب كباشي، نقطة عربي انتهى. اعملوا اللايف ده بكرة من مكتب ياسر عطا، طوالي. لازم تتجاوب الاسئله دي. احنا نصبر والله الجيش وما الجيش؟ لا لا ما عندنا. الجيش بكره يجاوب الاسئله دي. في نفس الوقت احنا نسال الجيش ناقصك شنو عشان تخش تحمي المدنيين في ولايه الجزيره. الشيء اللي عارفه انا اقسم بالله العظيم الجيش شغال. المعلومات بتاعتي ان الجيش ما شغال، والدعم السريع بيتسرب، والدعم السريع بيدخل، بيجيبوها من وين؟ من اعلام قحط واعلام الدعم السريع. انا اطمنك الجيش شغال. الجمعة دي، الجمعة الجاية احسب اسبوع، الجمعة الجاية بتسمع كلام مختلف وما حتسمعه انت.
هيسمعوه اهل الجزيره وهيسمعوا الله في من الجزيره بشبكتهم وبامانهم وباطمئنانهم في ولايه الجزيره، وهتسمع الكلام ده وهتشوفه. الجيش شغال لكن الحركه بتاعته بطيئه، الحركه بتاعته بواجه في جيشه ما بواجه في مواطنين عزل. الدعم السريع بيدخل الجزيره بيلقى المواطن اعزل ما عنده سلاح، زول مسالم بيدخل بينتهك بيغتصب بيسرق بيمشي. الجيش لما يجي يدخل القريه دي بيلقى فيها الدعامه مسلح برباعي وبلغم وبخون وبجواسيس وبكله، طريق مقطوع وترعه مفتوحه، ده كله ده حاصل. برضه احنا ما بنبرر للجيش، الجيش متاخر. بنقول للجيش انت ناقصك شنو عشان تحرر ولايه الجزيره؟ الجيش لازم يورينا، ما بنسيبه. لكن انا حرد لك رد يطمن قلبك يا سيد طارق الهادي، زول انا بحبه في الله. امس زول بينتقد في طارق الهادي قال شابكنا قال الرسول وقال الله، ولو طارق الهادي ما تكلم معانا بقال الله وقال الرسول ذاته ما بنسمعه. احنا بنسمعه ما عشان لابس كاكي، بنسمعه لانه بيقول قال الله وقال الرسول من الخندق، بيقول من ارض الجهاد ذاته من ارض القتال. ده صادق مع نفسه وصادق مع ربه ان شاء الله نحسبه. وبنسمع كلامه ده بينتقد فيه، فاحنا طارق ده معه بنوضح له. شوف يا سيد طارق، المعركة دي يديرها الله عز وجل، القيادة العليا عند ربنا سبحانه وتعالى، والناس بتصل مرحلة ترتجف القلوب عادي، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، عادي في المعركة ناس بترجف ويتكلم عن منوع الناس الصفوة. قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. عادي الناس بترتجف والقلوب تصل الحناجر والاختلاف في الرأي أو كده عادي. لكن أنا بطمنك إنه المعركة دي يديرها الله عز وجل، كل ما تحبط كل ما الباب يتقفل الله عز وجل بيفتح لك باب. أسي أنت مش نزلت كلامك ده، أنا حوريك، أنا والله عملت سكرين من هنا ومن هنا وأنا أوريك الرد. يعني حسي غسان رسل لي السكرين من صفحتك، حسي ما قريتها قبل اللايف ما شفتها، حسي أنا بس قريتها ردت ليك هنا. لكن عن الرد أنا أصلا جاي أعلق على كلام زول عشان أطمنك. أنت مش قلت الحقيقة 47 كل أسئلة أهلي في الجزيرة مشروعة ولم يرد عليها حتى الآن؟ عندهم أسئلة كثيرة ناس الجزيرة وما في زول رد عليها، كلامك قال ده مشروع حتى الآن، فقط حشود ووعود، قال في حشود ووعود 4 أشهر فلعلهم يحرروا أرضهم بنفسهم وعندها قد يعلنون الاستغلال. هو بينبه القيادة إنه الحاجة دي خطيرة، لو مواطن أو ناس حرروا ولايتهم براهم فممكن يعلنوا الاستغلال، فهو بنبه في القيادة إنه الحاجة دي خطيرة والجيش لازم يتحرك. ده الكلام بتاع السيد العميد طارق الهادي. شوف ربنا سبحانه وتعالى رد على العميد بمنه، ده ياسر عرمان، انا عامل له سكرينه وجاي اعلق عليه ما قريته قال شنو، فحسي انا بقرا في كلامك لمحتها. قال رسالة لقائد قوات الدعم السريع. ياسر عرمان يا طارق الهادي مرسل رسالة لقائد الدعم السريع، قال له فيها شنو؟ قال له هل نصبت قوات الدعم السريع فخا لنفسها في الجزيرة أم نصبه لها خصومها؟ أوقفوا القتل. ربنا القائد الأعلى لأي حاجة في الكون رد عليك عن طريق ياسر عرمان. هسي احنا مش متجرسين الجزيرة والموت اللي بيحصل وصرف المعلومات محجوبة، وعينه مستشار حميتي الزول اللي وزليه وقال له يتمرد، الزول اللي قال له يا اخي تحول من كيان سياسي الى كيان عسكري صر، تعال احكم البلد دي بالبندقية. اسمه ياسر عرمان،
بدا عن الايام الليله واحنا القلوب ترتجف على ولايه الجزيره ومواطن ولايه الجزيره المستباح. ياسر عرمان يقوم يقول الدعم السريع، قال سؤال عجيب، قال هل نصبت قوات الدعم السريع فخا لنفسها في ولايه الجزيره؟ ده كلام خطير يا طارق الهادي. ياسر عطا يجعر بالصوت العالي، الدعم السريع في الجزيره يباد، احنا ما عارفين. ياسر عرمان عارف، لكن قال رساله للقائد بتاع الدعم السريع، هل نصبت قوات الدعم السريع لنفسها؟ هل نصبت قوات الدعم السريع فخا لنفسها في ولاية الجزيرة أم نصبه لها خصومها؟ أوقفوا القتل، أوقفوا القتل، ده باقي كلامه كده. والله العظيم خش موقع البلد، ياسر عرمان جايبين صورته وجيه، الليلة اختاروا له صورة سمحة. قال رسالة لقائد قوات الدعم السريع، هل نصبت قوات الدعم السريع فخا لنفسها أم نصبه لها خصومها في ولاية الجزيرة؟ الدعم السريع دخل ولاية الجزيرة وقع في فخ يا طارق الهادي، ما قادر يمرق منها، ما قادر يمرق، ما قادر يعمل حاجة، ما قادر يعمل أي شيء. اللي بيعمل فيه الآن ده كلام فاضي. ياسر عرمان زول متمرد قديم ومتمرس، داري يحصلهم بأي طريقة. قال أوقفوا القتل، أوقفوا القتل، من اللي وقف القتل؟ قال هل هو فخ نصبه لها الدعم السريع، نصب فخ ليروح وتورط في زول دردقه؟ يعني الدعامة مشوا هناك، هو طبعا بيلمح لمنو؟ لكيكل، كيكل ما حيطلع بمدرسة شيخكو، كيكل ما حلوا بعدين بيجي بيقول انا والله كنت بتعاون مع الاستخبارات، والله كنت برفع لهم وكانوا مباركين لي شغلي هيني دي، هيني هيني في ولاية الجزيرة مبارك لي، قلت له نقعد اعمل شغل انساني، قام الغادة قال لي اقعد اعمل شغل انساني. كيك الحاج يقول نفس الكلام ده. فياسر عرمان بيلمح انه كيك شنو؟ دردق الفارات. طبعا ياسر عرمان ما حاغب، ما دار زول جنبه قريب للراجل، ودائما بيحب يكون اقرب زول للراجل. الراجل دقرن سلفاكير البشير حميتي حمدوك، دائما بيكون الرجل الثاني بعد الراجل، بحب يكون جنب الراجل. ماذا يعمل ياسر عرمان؟ مستشار حمدوك، يعني كل الحاجات دي لا بيشتغل في وزاره، لا بيشتغل في سياسه، بس بيجيبوه قريب للراجل، الراجل يطلع حميدتي، يطلع برهان، يطلع البشير، يطلع قرن، المهم يكون قريب للراجل. فحس انه كيف قريب منه لحميدتي. قام قال يا اخي ولا في زول دردقهم؟ هو السؤال هنا عسكريا، هل حيمرقوا من الفخ ولا ما حيمرقوا؟ لا ما حيمرقوا. حيمرقوا يمشوا وين؟ والله البيشي قال حيهاجم سنار، ما داير يفتح له مخرج. ما هو البيشي في الميدان لما يطلع من الجزيره ويشوف في متحركات من اربع اتجاهات، حركه شعبيه عقار، متحركات الحركات المسلحة من ناوي جبريل، متحرك هيئة العمليات عزم الرجال، متحركات القوات المسلحة، متحركات مستنفري الجزيرة، متحركات الفرقة الأولى، البيشي ما في سبب واحد يخليه يمشي سنر. في قوة ممكن تجي ده ظهرك مكشوف، لو خليتهم ممكن يجي طاردوك في سنار ويعمل لك كمين هناك. البيشي مشي سنار ليه؟ لأنه قاعد يتبلى، لأنه ما في طريقة يقعد يواجه المسألة دي، فاهم في الميدان في شنو، فاهم في الميدان في شنو. خلى ياسر عرمان يطلع يقول الدعم السريع وقع في فخ في ولاية الجزيرة، أوقفوا القتل، كورك. الرد ده رد رباني يا طارق الهادي، ده ما رد صرفة ولا رد الجيش ولا التوجيه المعنوي ولا الإعلام من الأرض. التسلسل بدأ من وين؟ التسلسل بدأ من وين؟ بدأ من التسلسل، بدأ من هنا. قال اللي بيحصل في ولاية الجزيرة ده صراحة دار حقائق مؤكدة. من الكاتب؟ السفيه الحمدابي، عضو حزب محمد الفكي الوحدوي.
طيب السفيه الحمدابي بدأ الموضوع قال اللي بيحصل في ولايه الجزيره ده صراحه داير حقائق مؤكده، قلنا له خير نجيب لك كيف قال من ناس متواجدين على ارض الواقع او ناس متابعين مع اسرهم بدون روايات المرابيع وضدهم. طيب وضدهم ديل ما انت ذاتك يا حمر، انت ما ضد المرابيع ديل اللي قاصدنا بينهم، احنا مش بنسميك السفيه الحمدابي. طيب قال الجزيرة دي هرب منها الجيش وهربت منها كتائب الكيزان وتركوا المواطنين والمواطنات مع الدعم السريع، يبقى ما فيهم واحد مؤهل للتعليق، ما في مشكلة. انت رديت براك قلت المواطن قاعد مع الدعم السريع، يعني الدعم السريع حسي قاعد يبل المواطن ويغتصبه ولا قاعد ياكل فيه ويعالجه؟ انت تجاوب. خلاص الجيش مرق وهيئة العمليات مرقت وكتائب الكيزان مرقت وما في وكلامنا ده قلت ما بتاخد به. قلت الجيش هرب خلى المواطن مع الدعم السريع، المواطن يشكي ليه؟ طيب وقت قاعد مع الدعم السريع، مش الدعم السريع اللي بتدافع عنه ده انت؟ مواطن يشكي ليه؟ انت محتاج تسمع تعرف اللي حاصل شو، ما في يد امينه، انت مش مؤمن روحك على الدعم السريع طالع معاهم 24 ساعه في تيك توك لايفات، انت قال الكلام ده ما تاريخ بدين حزبك، بدفرتك حزبك يا عمر. ما داير مصاريف، ما تقول داير مصاريف. بتبيعوا نفسك والرخص يعني رخاصة ذاتها فايتة الحد. طيب قمنا مشينا في المرحلة دي سمعنا كلام طارق الهادي من الجزيرة وقال ديل أهله وتكلم كضابط في القوات المسلحة مقاتل وما راضى عن اللي بيحصل، جبنا كلامه بكل وضوح. مشينا جبنا كلام مستشار حميتي ومستشار تقدم ومستشار اتفاق الدعم السريع مع تقدم ياسر عرمان. قال شنو ياسر عرمان؟ قال رسالة لقوات لقائد قوات الدعم السريع، هل نصبت قوات الدعم السريع فخا لنفسها؟ هل نصبت فخا لنفسها؟ الدعم السريع ده ورط روحه؟ انت دي ما كانت شورتك؟ انت ما قلت لهم خشوا وامضوا وقدموا نموذج للتعايش بين الدعم السريع والمواطن في رفاعة وكتبت الكلام ده وكنت مبسوط به وقلت الناس كلها تمشي به. الدعم السريع اسبوع ما واحد ما قاعد في رفاعه رجع في 4 ساعات فرتك رفاعه كلها. انت تكلمت معاه خالد السلك قلت له يا اخي الناس تعمل نموذج الجزيره التعايش السلمي بين الدعم السريع وبين المدنيين وكنت فرحان بالحاجه دي. حسي جيت نكرت الدعم السريع؟ حسي جيت نكرت الدعم السريع؟ ما انت اللي وزيتهم وقلت لهم خشوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انت اللي قلت الكلام ده يا ياسر عرمان. الليلة جاء ياسر عرمان صحى من نومه يا طارق الهادي. ياسر صحى قال الدعم السريع ده نصب فخ لنفسه في الجزيرة. حصل لهم شنو يا بيبي؟ هناك شبكة ما فيها معلم. المعلومات الواردة دي كلها معلومات 90% منها ما صحيح، 90% منها ما صحيح. والدعم السريع بيستفز في القوات المسلحة. هس الخطة الماشي فيها السفيه الحمدابي داير يعرف الجيش بيعمل في شنو في الجزيرة لأنه ما في معلومة. قال بديك معلومة من هناك ده كضاب بالمناسبة، ما في شبكة، صعب جدا تتحصل على معلومة، صعب جدا تتحصل على تحركات القوات المسلحة. الوسيلة الوحيدة انك تعرف خصمك بيعمل في شنو انك تعمل معاه اتفاق او محاولة اتفاق او مفاوضات. لما تيجي تعمل مفاوضات كله 3 شهور 4 شهور فبتعرف خصمك ده بيعمل في شنو لانه مضطر يقوله. هتيجي تقول له انا داير احكم السودان براي، هيقوم يقول لك خصمك انا مسيطر على 7 ولايات وعندي تواجد في الغرف وفي كده في كده. فدي الطريقة اللي بيعرفوه بها. الطريقة الثانية في الاعلام يطلع زي دي السفيه الحمدابي يستفزك ويقول لك جيش كنت الكلام اللي بيقول فيه ده كلام فاضي ساي انا ما مقتنع به. احنا دايرنا نمشي نقول لك والله الجيش الليله دخل ام عشر والجيش دخل حصحيصه وقاعدين في الكنابي وقاعدين في الكوبري رقم 4 والمشرع وقاعدين في الترعه. لا الحركه دي قديمه يا بيبي، الحركه دي قديمه، الجيش ما بتمر فيه. هسي من درمان انت تفاجات لقيت المسافه بين الجيشين 140 متر. طلع خليفة دنقر قال لك الجيش ما في كلام زي ده وما في اي تقدم ما في حاجة.
والناس صدقت، وانا بقول لكم الحقيقه من ارض الميدان، وعشان كده قفل التعليقات. قلنا له يا اخي الجيشين فصل فيهم شارع، ظهر ود العمده في الفيديو الاول يوم جمعه معاه الشباب ديل في 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 العرضه، قال لا لا دي بس مناوشات، ورجعوا اي جيش رجع المهندسين ورجعوا كرري. وانا بديكم المعلومه الحقيقيه من الميدان، بكره الجيشين تلاقوا هزات الصدم، قال اي تلاقوا لكن شالوا حاجاتهم مشوا. بعد شوي لقى قال ما في اي متحرك، ما في دبابه، ما في اكل جه من كرري دخل الوادي سيدنا، ولا دخل المهندسين. بعد شوي لقى الناس من المدرعات زادوا قاعدين في المهندسين، غلبوا اللي يقول شنو؟ الانصراف في الكوثر حوريكم حقيقته. يا بيبي انت ما كنت هنا، ما فيك ده، خلينا في موضوع المهندسين ده، سايق الناس بالخلا، ده شغل الجيش يا اخوانا. تقعد من الصباح للمساء ما بوريك، ما بيتكلم، وبسوقك كلك باتجاه وطلع المعلومه، هو ماسك المعلومه. جيشكم وين؟ والله في شريك مدني شغالين شنو؟ مفصل شايف. هو شغال في غريب مدني، يوريك يعني هو شغال وين عشان تمشي تبله يعني ولا شنو؟ ما بيحصل طبعا. ما بيحصل. فده حسي واحدة من الوسائل انه يعرف الجيش بيعمل في شنو في مدني، انه يستفز الناس. طلع الجيش كن ده هو اسوء، والله ده كلام ما مصدق يا اخي، خلوه ورونا هو في ارض الواقع بيسوي شنو. لا لا ما فزل، بوريك هنعمل شنو، هنصبر ونتحمل ونضغط مع القوات المسلحة. احنا ما ضاغطين القوات المسلحة بالكلام، احنا جايين نقول لهم دارين نجيف معاكم، عندنا اكتر من 3000 مقاتل جاهزين، عندنا 14000 كلاش في ولايات الشمالية حنشيل منهم 4000، وتاني مبارك في الشمالية ممكن نشتري لهم 4000، بكرة الصباح تجهز الحاجات دي، عندنا مقاتلين من شندي، وعندنا مقاتلين من وادي سيدنا، الجيش دار ناس، احنا جاهزين. موضوع ده لكن اتحرك من القيادة بتاعت ولاية الجزيرة، لازم تتحركوا. تعلن التعبئة والاستنفار لولاية الجزيرة، النفرة الكبرى لتحرير ولاية الجزيرة، ايه رأيك في العنوان ده يا سعادتك؟ نفرة تحرير ولاية الجزيرة من كل السودان، نقوم طوالي، احنا مع الجيش ولا حنقعد نقول للجيش نضغطك وما نضغطك، احنا الجيش ذاتنا. ننضغط مع الجيش ده، داير شنو الجيش، احنا جاهزين. ناس بتقاتل بارواحة، شفنا طريقة المعركة، يطلع يقول لهم والله انتم ما بتعملوا في حاجة، لا الجيش قاعد يعمل في حاجة. الجيش قاعد يعمل في حاجة. ادينا دليل. انت ما قلت الشبكة قاطعة، وقلت ما في اتصالات هناك، بتجيبوا المعلومات دي من وين؟ ولا حصرية عليكم لأنكم مكرمين من الجيش ودروع، وده حقيقة طبعا، لكن ما حصرية علينا. اديك دليل واحد، انه الدعم السريع ما قادر يعمل حاجة والجيش شغال. اي الجيش مش الدعم السريع مش كوستي، لا الدعم السريع ده مش قاعد في الجزيرة، قال ماشي كوستي. اي ما مشى ليه؟ ما عرف الشارع، في زول ثبته، ثبت روحه براوي يعني، ما في زول مثبته. ادينا دليل تاني انه الجيش شغال. الدعم السريع ما قال ماشي سنار، اي وقال رموا القرعة عبر سنار كسلة، اي مشى فين ياتي فين، مشى ياتي فيهم، مشى ياتي فيهم، مشى ياتي فيهم. ما قالوا راجعين تاني الخرطوم، مالهم ما رجعوا. لا ما هو طبعا، انا بسألك سؤال، لماذا لم يذهبوا الى سنار؟ لماذا لم يذهب الدعم السريع الى بابنوس يعمل امداد؟ لماذا؟ لانه في زول ثبتوا منو ثبتوا؟ المنع منو؟ جيشكم ما شغال، وكيف ما شغال؟ ده ما قدر يطلع من ولايه الجزيره، وخلى مستشار انه يطلع يصرخ يقول هل الدعم السريع نصب لنفسه فخا في ولايه الجزيره؟ ده الفخ الاخير، واحنا سميناها ما سقوط مدني، سميناها فتح مدني، وقلنا الفتوحات الربانيه باذن الله بتبدا من ولايه الجزيره المباركه. وقاعدين نشوف الآن. جيشكم باع مدني، وليه ما قلتوا جيشنا باع الضعين؟ وليه ما قلتوا جيشنا باع نيالة؟ وليه ما قلتوا جيشنا باع جبل أولية؟ وليه ما باع أم درمان؟ وليه ما باع الكلاكلة؟ هل حسي بيستعيد ويرجع فيها دي؟
ام درمان اللي بيستعيد ورجع فيها جيش الجيش ما انسحب منها وطلع المواطنين قعدهم في مدارس. دي قدرته يا اخوان، دي قدرة الجيش، وإلا ما كان أعلن التعبئة والاستنفار. دي قدرته، ما كان قبلت القوات المسلحة إنه المواطنين يشتروا لها سلاح. دي قدرته، إحنا محاصرين، إحنا سلاحنا بالصادر، إحنا قادتنا، إحنا جوا المعركة القادة بتاعنا بيصنفوهم مجرمين حرب. إحنا في المعركة دي ما عندنا سلاح شغال غير الطيران. سودانيين بيطلعوا بيشكونا في لاهاي، بيقولوا الطيران يقصف المدنيين، رغم انه المدنيين ديل ذاتهم بيكوكو نفس الكوارث دي، دارين العون من القوات المسلحه والحمايه، بتطلع الطيارات عشان تحميهم، بيطلعوا بهناك بيصوروها، بيقول لنا يا اخي الجيش يخصف المدنيين. المعركه دي يا اخوان احنا بنكسر في قيود وبنحارب في روحنا اول حتى نمشي نحارب العدو. احنا والله يا اخواننا في معركه حقيقيه، معركه كرامه، الثابت فيها راكز، واللي بيتجاوزها كان شهاده ولا انتصار ده ربنا راضي عنه. تثبتوا يا اخوان. دعم السريع بيطلع بيهدد من مدني، بيقول انا داخل بكره دنقله. الكلام ده لو 3 شهور ما قدر يتحرك من الحته ديك. العمل الفيديو اباروكه ده الليله ما ظهر تاني. دارين شنو انتوا تاني؟ العمل الفيديو ده لحد الليله دي ما ظهر، تاني ما ظهر. انت داير شنو؟ ناس ركز معي في التعليقات دي، ركزوا معي. كنت مرة بتكلم عن زول في تيك توك في فرنسا اسمه بيبي، انا قلت تيتو، بعتذر له. زول لطيف وزول واعي، وقبل كده لما اتكلمنا عن انحراف التيك توك السوداني والمظهر السيء والكده، فهو التقط الإشارة ووعدني انه الحاجة دي تتغير، وتكلم في تيك توك يعني. وزول عنده بوب لطيف كده ونضارة، وزول جنصيص حبيبنا والله. فمرة اتكلم عن انه انا عندي عنصرية يعني، فشرحنا له الحاجة دي يعني. أنا قاصد زول اسمه بيبي في تيك توك، شوفوا يا وطاها، نزل له فيديو عشان الناس تعرفه، وإحنا نشير منك. كلامه كويس جدا وكلامه موضوعي، لكن بكون سمع له ورتوش كلام من بيجاي وبيجاي، صرفة قال وصرفة فعل، ما في ناس عيانين كتر. فأنا بقول له زول ما مكرم وزول ما عنده درع ما تسمع له، بالذات الكلام اللي بيتقال عني انا، تعال اسمع مني مباشره. والمره فاتت رغم انه انت شديت علينا، لكن قلت لك احنا مؤملين في خير يعني، فان شاء الله تكون استوعبت كلامي كويس يعني. قال انا زول قصده في فرنسا الواعي العاقل، في فرنسا تاني ما في زول. ها كده واضحه، تاني ما في زول، لا زول لا كلب، ما في، بس الزول ده بس تاني ما عندنا. طيب في موضوع الدعم السريع ده، وانه مصندد وقوي، برضو في بعض الناس بيفهموا وبيسمعوا الكلام باتجاهات مختلفة. غسان شبك مرسل لي مقطع لشبشب الملك، قال حقيقة الانصراف واحداث من درمان. الولد شبشب الملك ده مكرم؟ لا، ده درع، ما بقدر ارد عليه غسان، سمعتي مسيدي عربيتي بلوتوسي سماعاتي تلفوني. ما بقدر ارد عليه غسان، يقول ما مكرم عليك الله ما تجيبه لي.
فين الفيديو انت دخلت صفحتك فيديو قلت لك جيبوا لي برضو الناس حشغل لكم زول الزول ده بيهدد ويتوعد الولايات والمواطنين والناس نسيت كلامه ففي ناس بيطلعوا يقول لك يا صرفه وما صرفه كده اسمع انا بتكلم عن منو كده داركم تكتبوه في التعليقات الحديث عن هم تحدثوا الان عن عوده لبندر جده لجنو هم طبعا ما جادين في قضيه التفاوض ولا دارين من بريده لكن هو هروب من الذهاب للايجاد طيب هو شراء للوقت كويس يعني لما يجي يقول لك انا افضل من جده ونحن سنعود لجده طبعا هم دارين يشتروا الوقت حلو الواد يا محلل حديث لشراء الوقت حديث انه والله يا اخي لو الايجاد نحن انسحبنا لو قلنا الايجاد نحن والله ما عندنا لكن نحن قاعدين نمشي جده نمشي وبعد لهم اسبوع في جده بعد اسبوعين يقول والله علقنا المفاوضات وانسحبنا انا ده اقوله لا جده لا بالتيف اها قول لا جده ولا بالتيف اها ما في حاجه اسمها مفاوضات في جده ممتاز بس نقطه سطر جديد في حاجه واحده بس شنو؟ الحل بالبل اها كده انا داير اشوف الدار يفاوضكم في جده اها مينو داير يفاوضكم في جده؟ عرفتوا الزول ده اول حاجه؟ اكتبوا لي اسم الزول ده في التعليقات انا كزول مكرم ومدرع ما بقدر اقول اسم نيرز زي ده فاكتبوا اسمه في التعليقات عندي فاهم في راسي اقدر اوصله لكم شوف برهان ده انا قبل كده قلت لك حتى النقيب سمر ذاته ما المفروض تلاقيه الله يراجي اللاجر هذا آه. وكيل عريف الدعم السريع المفروض ما يلاقيه بس زود تنبول وهنبول زاي والله صحيح والله لكن انت عندك التزام في المجتمع الدولي مشجع حتى مع الايجاد قلت انا بلاقيه بعد اسبوعين قال وين؟ وان كان ذاته الكلام ده نحن ذاتنا نحسن عليه وليمونا كده ونبلعه جبناه اها ده يجي يمشي الايجاد ما عندنا جي يا زول ولا في زول الكلام ده في شهر طبعا نيجي نقعد في ترابيزه مكشوفه والاعلام برا والكلام برا عجبه ما عجبه يتبلبس كويس ما في حاجه اسمها جده بتاع شنو؟ اها ما في حاجه اسمها انا ما شاركت تقدم وما بعرف حمدوك والكلام الفارغ ده كله شراء الوقت كله ده شراء الوقت انا لا بعرف تقدم ولا بعرف ماشي تلاقي حمدوك ولا بعرف ماشي جده في التزام الان المجتمع الدولي قال لك تمشي الايجاد ما ماشي تمشي تقعد في الايجاد ما ماشي نواماشي بعد اسبوعين وزن اسبوعين تمشي للجنب ما مشينا عجبك تعال ما عجبك بل لا تقول لي انا ماشي ده كل شيء على الوكيل هو ما هيقعد مع تقدم كمان ما هيقعد معه اكيد لانه هو مشكلته الاساسيه تقدم دي ذاته اها هو مشكلته الاساسيه الان ما الدعم السريع بالمناسبه اها بالمناسبه الان كان بيجوا الفلول ولا بيجوا كرتي ولا بيجوا البرهان مشكلته ما الدعم السريع مشكلته شنو؟ الان 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 بس هسه اذا قبل الدعم السريع وقبل السيد الامير ان يدير حوار مباشر مع علي كرتي وقيادات الفلول هسه الليله بيجوا هسه الليله بيجوا بيرقدوا وبكره هيقولوا لك نحن والله الدعم السريع ده قوه وطنيه ورجعت لخط الوطن فقط المشكله كانت في القحاطه والمشكله لم تكن في الامير والان عدنا بسات طبعا ده ايام ايام انتم متوترين وراجفين البرهان ماشي يوقع البرهان ماشي يقعد في الليجات الكلام ده يوم 24/1 قال وزن اسبوعين اذا ما جاء البي بس تبلوا لاسكم ده اللي قلتوا انتوا في التعليقات اسمه ده المقصود به تبلوا لاسكم وده ذاته احنا ما بنقول اسمه لانه ما مكرم والجيش ما كرمه بثلاثة دروع و ما مدرع ما بقدر اقول اسمه سمعتي وضعي الاجتماعي ما بيسمح لي الباقيين اللي بتلبطوا فينا زي دي الاخوان انتم يعني واحد اخوانا والله بيجي بلقى معارك مدوره في اسمي يا اخي انا ما جبت سيرتك يا اخي ما بعرفك يا اخي قسما بالله انا الدروع دي بتحميني ما بقدر اشوف الشاشه ثلاثه دروع اشوف الشاشه كيف تلفون كله خمسه بوصه يا اخي ما بقدر اعمل شنو يعني صف وقول له يا بيبي صرف من صرف يا اخي ما تخلي نسب لي يا اخي ما تخلي ناس يسب لي يا اخي ما تقرفني انا بتكلم ده قال بيلو لاسكم اسمه ده قال بيلو لاسكم يوم 24 يوم 27/7/1 قال بيلو لاسكم واللي قد
وهو ده اللي وضعها بينكم، والحاله دي معاتب، وهو عشان ده مش هلوب، واحنا والله سيدنا الامير. انا وخرابيط ساي قاعدين ناسي قاعدين يقولكوا هل الدعم السريع دخل الجزيره؟ وقع في فخ، وقع في فخ، وقع في الجك ذاته يا بيبي. غلب والله العظيم. واحد يقول لك حبيبنا اسمع، هذا الصراخ ده كان بيصرخ يوم كم؟ 27/1/2024، الليله تم شهر وستة يوم، شهر وخمسة يوم بالضبط، شهر وخمسة يوم الليله من كلامه ده. والله ده انا بقعد ياخدك بس في الاسبوعين اللي جينا في الليجات، الليجات بتاع فنيلتك قال لك ما ماشي وطلع من الليجات ذاته، طلع من الليجات ذاته. امشي اقعد هناك، قال لك هذيك الليجات امشي اقعد، انت مالك قلبك، انت مالك قلبك. ده اليوم اللي قال لنا بلوا راسكم ناس شندي، بلوا راسكم ناس مدني، بلوا راسكم. ما بلل راسنا، تعال تفاوض مباشر، ما في تفاوض مباشر، في بل بل بس، كل القوة شندي جوا بس، شوارعي جوا بس، بل بش بل بش شندي. ما في حاجة اسمها، ما في شيء اسمها شيء. داير يشتري الوقت عشان يزوق من المجتمع الدولي. زاق الآن نحن نعرف حاجة واحدة بس، نعرف لقاء الإيجاد بس. وزاغ، نعم زاغ البرهان، البرهان هي زاغ. ده يشتري وقت عشان يزوق من المجتمع الدولي اللي احنا نعرف الليجات بش، وزاغ من الليجات وطلع من الليجات، طلع عديل. تاني في شنو؟ احنا بس واحد القوه كلها عشان دي جوا. مشيت المصورات اتبليت هنا، قلت احنا مش اللي صور جنب المصورات، صور جنب المصورات، بتعرف ليش انت المصورات؟ لا تاريخك، لا عراقتك، لا انتمائك، لا بتعرف لاي حاجه. جاي من تشاد، جاي من النيجر، جاي من فاغنر، جاي مرتزقه. ما اعرفك شنو، كل القوه عشان دي جوا. نتمسخر فيك، اخذتنا كل. والله العظيم الحرب دي بدونكم وحياه الله ما عندها اي قيمه. احنا بنشكرك انت وعيت الشعب السوداني بمخططكم، وبنشكر السفيه الحمدابي وعي الشعب السوداني بخطوره احزاب المؤامره والدناءه والغزاره، وبنشكر ايوه كده نتم كلامك. اصبر، انت راجل تعالى في الايجاد، ما جيتنا في الايجاد وما تجي في الايجاد. تعالى لا تقول لي جدة، ولا تقول لي، ما تقول لي تقدم، لا تقول لي بل بس، وكل القوة كل القوة وين؟ بس ما دايرين اي كلام تاني، احنا عندنا تاني دايرين بس، نقطة صوته جديد. تعال شيل تارك، تعال شيل تارك. Waiting to pair. والله من شدة ما كوركت فصلت البلوتوس. تعال شيل تارك يا بيبي. ايه ده؟ ليه الحته دي؟ احنا في الايجاد وما تجي في الايجاد. تاني لا تقول لي جده، ولا تقول لي، ما تقول لي تقدم، لا تقول لي بل بس، وكل القوه شمال جوا بس. ما دايرين اي كلام تاني. احنا عندنا دايرين بس نقطه صدر جديد. قال كل القوة شمال جوا، دار تلاقينا، تعلينا في الليجات، ما جيتنا في الليجات بل بس. وقال كل القوة الشمال جوا، وعندنا تار، عندكم تار ليه كم؟ من يوم 27/1/2024. هديك عشان انت ما تيجي تشيل تارك يا هداك الشمال. هسي الليلة بتكوركو الجرائم اللي ارتكبها الجيش في الجزيرة وينسبها إلى الدعم القوى، وإحنا ما متأكدين الذي يحدث، ما في حاجة بتحدث، قاعدين نمتع فيكم في الجزيرة موت بس. واللي قاعد ما مشينا، قال له أنت كراجل بس يا أبقى ما تجي اللي قاعد بل بس، وما مشى اللي قاعد وبقى راجل. أنت سويت شنو؟ أنت سويت شنو؟ عرفت الزول ده يا اخواننا؟ في ناس بيعملوا معايا معارك، انا بس اللي شغلت الفيديو بتاعه لانه سامع لي طراطيش كلام كده، الدروع بتاعتي دي بتمنعني اسمع كلام كامل، ما عندي زمن، ما حد بيكون بيتفرج في الدروع بتاعه شنو، انت فاهم؟ مشغول يا رب. دروعي بهجة النظر يا رب. الدرع ده تخليه هنا، تخليه فوق التلفزيون، يكون ظاهر، تحطه في الشارع، تركبه في العربية مع النمرة قدام، فهمتني؟ تعمل ورا كده زينة، عرفت كيف؟ تهدي لي روحك براك،
تيجي تعمل مفاجأة. مشغولة اليوم كله. يا ربي الدروع دي، يا ربي يا ربي. يا غسان اسمع، بكرة اعمل لنا جمعة الدروع. الناس دي شكلهم ما يعرفوا الشغل ده والله العظيم. بكرة يا غسان اعمل لنا جمعة الدروع، انت والولد وحيد العقيد الحلبي اسمه، العقيد الحلبي ده بكرة يصور الدرع حقه في البيت وخدته لنا تعمل لنا صورة. صفحة دي بكرة كلها دروع، بس انا ما فاضي. فجيش بك صرف فوبت كله اخواننا، ما تقعدوا تتوهموا معارك. انا ما شايفك في الشاشة بتاعتي ذات تمنو انت بل انت بلو لاسكن يا هدى الزول ده بتاع ده بتاع قصة بلو لاسكن ده. والكلام ده قاله يوم 27/1 وما حصل. تقول اللي قال اهو الناس قتلوا في نيار، وقتلوا في الضعين الليله، وقتلوا في 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 القطيره الليله، والناس قتلوا في بابلوس الليله. ده اللي احنا دايرين تارهم بس. وكل ديل الدعم السريع قصدك، لكن المواطنين اللي في الضعين وفي نيال وفي القطينه كتلهم الدعم السريع. لو دارت تجيب تارون ده انت اللي كتلتهم، لكن لو قصدك الدعام اللي كتلهم الجيش دارت تجيب تارون، يا هداك الجيش حسي قاعد في الجزيره، وحسي يا هديك شندي ماشي انها، وداك الشارع بتاع عطبره ما قفلناه، وديك الشماليه والله ضنقله بست اتجاهات فاتحه خش عليها، بس انت ما تقعد تتفاصح كثير. وديك اللي قاد قلنا لكم مرقنا منها وحميتي ما يمشي يقعد يمضي، حميتي ما يمشي يقعد يمضي، كلاجل خلي اللي قاد خرابيط يا خرابيط قسما بالله مسخره. انا نضحك فيك الناس شويه. طيب اتكلم. جيشكم جيش الفدول ولا اللي كلتي؟ وكل القوى الشباب جوا بس ما في اي حاجه ثانيه، بس نحن عارفين حارب بس بل بس. اها المعارة معارة ما معارة، نحن متوكلين على الله وماشيين برانا. امشي مالك ماجد. الناس اللي عملوا الجيوش ده اللي انت قلت مني جبريل قال هم احسن مننا فينا، ولا خليل احسن مننا فينا، ولا جبريل احسن مننا فينا. حل في البل ماشيين معانا ومرحب، ما ماشيين نحن برانا ولا كون جيشنا وماشيين يا حبيبي. امشي يا زلمة امشي امشي كون جيشك. جدة انا داير جدة، انا داير بعد محمدك، انا والله ما داير وافقت على تقدم. انت بتشتري وقت على منو؟ انت بتبيع على منو؟ يا زول كل القوة الشمالية جوا بس. طيب ما تجي، ما هو كنت انت عرفت نخش الشباب بس. انت وكده بل بس ما عندنا اي حاجة. انت جاهزين والله الاف الشباب جاهزين حبابكم، ودايرين نمشي نموت ذات، ولا دايرين نجي راجعين بس، دايرين نمشي الشمال ده نموت بس. مش الله كاتب لنا موت ذاته، ما دايرين نموت، ما دايرين نموت في الخرطوم ولا في اي حته الشندي بس. تعالوا والليلة الليلة انا هسه في شباب قالوا لي يا ربيع نقول عليك بالواضح كده، الليلة ده كان قالوا لنا شندي ولا الجنة، نحن دارين شندي. وانا ذاتي هسه بقول لكم الان اذا خيرنا ما بين شندي والجنة نحن دارين شندي. بل بس ما عندنا اي شيء ثاني. هسه الليلة ده، الليلة ده اذا خيرنا ما بين الجنة وشندي نحن دارين شندي. جنة ذاتها نخشها من بوابة شندي. بل بس ما عندنا اي كلام ثاني نحن. قال له انت ماك راجل تخش شندي وماك مؤمن تخش الجنة. طفطسينا ده موضوع ده هنا اتحزم. واحد يجيك شندي بلبش يا هو ده بتاع بلو لاسكم، ناس الشمالية بلو لاسكم، ناس شندي بلو لاسكم. فأنا بس حبيت أوضح يعني أنا كزول مكرم من الجيش ما بقدر يعني أقول اللي اسمه، هو في النهاية قال اسمه براوي يعني. وهذا نوع من الافتراء حقيقة، نعم، والنرجسية وأي حاجة سميها. أنا ما قاعد أشوفك في الشاشة في ذاتي ذاته، فالناس بيخوضوا معي معارك ويلقى صرفوا الليلة يا بيبي سمحتي وضعي بلوتوسي عربي اتحاد اتيامان، ما تعمل لي فوضى في راسي. قال لي ما يقول يا أخي، أنا كزول مكرم من الجيش ما بقدر أرد على أي زول والله العظيم. تمر عبر البوابات تبغى الحال العقيد الحلبي يقول شنو، والمقدم غسان يقول شنو، فهمت؟ ده لانهم مكرمين. بعدين تجيني انا، الناس ما مرروا الموضوع ده ما برد انا وقعد ولا نشتري لكم وقاعه. الناس اللي بتمشي بين مدن، انا عندي التزام اخلاقي كده لحد يوم السبت في موضوع كده، حوقفه لحد يوم السبت، لانه بعد ذاك بتجي الناس بتحتار ده منو اللي بتتكلم عنه وده شنو، تتكلم عن الناس منو كده. لا احنا حنجيكم صور وفضايح يعني عشان ما سمع يسمع
والما شاف يشوف، عشان لما تخش حته بحجه انه والله يا اخي عملت الحاجه دي انا كنت مضغوط وعندي اكتئاب وبتعالج، انت تتربى بعدين تتعالج. حاضر. وانا والله يا اخواننا ما عندي كبير، الله ده ما عزيز في السماء، وتجيني في خط ميت بقع بيك الخور بوديك دي اللولة. ورجالة هنا في الميديا دي انا بتمها معاك، ورجالة في الميدان ده الناس اللي بتطاولوا دول كلهم اقنعوا من اي حاجة حقتهم في السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار والله يا اخي الدعم السريع احتل البيت بالقوة، فانه لا شيل منه لا تتفاهم، بس بيوتكم دي حتيجي القوة ما باي حاجة حقتكم، ولا واحد ولا اثنين، واللي بيمشي في الغلط ده انا بتمه معاه، ولو بقيتوا مليون كلكم بركبكم مع عربي انا جد.